ينافقون بإخلاص ويكذبون بصدق. مصر فضحت الجميع، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هذا البطل المغوار. تحية لرئيس مصر، تحية لرئيس مصر، تحية لرئيس مصر، تحية من القلب لهذا القائد العظيم، هذا الرجل الذي وضع روحه على كفه. اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بيقدم للعالم أن مصر كانت وما زالت وستظل هي قلب العروبة النابض. القضية الفلسطينية لن تحل إلا من هنا في مصر. مصر رفضت كل المناورات وكل المؤامرات، وهذه الوقفة المصرية بكم أنتم أيها الجماهير، أيها الجماهير في كل مكان في مصر. وقمتم خلف قائدكم، وقفتم في 30 يوليو خلف قائدكم للوقوف خلف الرجعية وخلف الظلم وخلف الإرهاب، واليوم تقفون خلفه مرة أخرى أمام هذا المخطط العالمي، مخطط عالمي للإيقاع بمصر. المستهدف كانت هي مصر والقضية الفلسطينية. تعيش مصر حرة، تعيش مصر حرة بالروح بالدم. نفديك يا فلسطين بالروح بالدم.